بقاعة حمو بوتليليس على أمل تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة. يلا يا يلا يا نعيم، يلا يا وائل، ممتاز. ملازم وائل ملازم في الوقت الحساس، في الوقت المطلوب، في اللحظة الحرجة، في اللحظة المناسبة. لكن قبل ذلك التركيز في هذه الهجمة، التركيز. اي 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 نهاية المباراة. أي سيناريو؟ هل كانت الصافرة قبل النهاية؟ هل كانت الصافرة قبل دخول الكرة؟ ماذا هناك؟ من يعلقون بالقاعة بإمكانهم أن يمنحوا معطيات أفضل؟ هكذا المباراة تنتهي. النتيجة النهائية 28 مقابل 27، ثواني معدودة وينهي أو تنهى المباراة. يلا التركيز، يلا التركيز وجدي. تلعب الكرة ماركوفيتش. أوه برافو 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 يا يحيى يا زموشي، برافو يا يحيى يا زموشي، متألق وبارع، كل التحية لك والتقدير. لم تكن فقط منعرجا للمباراة بل كنت حاسما للفوز. النقاط تحتسب لك يا يحيى يا زموشي بروعة وبامتياز وباقتدار. حارس السالمية الكويتي يحيى زموشي يحسم الأمور وينهي المباراة لصالح المنتخب الوطني الجزائري. 28